وادي اول التوقعات راحت في داهيه. الشرطة العراقي بيبهر العالم او بيبهر الكوكب او بيبهر اي حد اتفرج عليه. انا ما كنتش اتوقع ان المستوى يبقى بتاعهم كده. مش عارف اقول والله هو كوبري النتيجة دي اللي هي 4-2 السبب فيها ان الشرطة قوي ولا ان السد اصلا وقع. انت ما تحسش ان في سد، لا هو السد وقف، وقف عند نقطة معينة. تحس كده بعد ما خرج الشوط التاني او الشوط الاول ما بين الشوطين في حاجة حصلت غلط. هي ايه؟ احنا مش عارفينها. في حاجة حصلت غلط، ما النتيجة طالعة 1-1 الشوط الأول، تنزل الشوط التاني تلاقي الشرطة ماسكة كورة أفضل، تلاقي السد تحس كده إن هو اللعيبة بتاعته مش مندمجة مع بعضهم. يعني ما أنتوا لسه لاعبين الشوط الأول مع بعض، أنتوا لسه من دقايق كنتوا كويسين. في حاجة حصلت غلط. طبعا ده ما ينكرش إن الشرطة لعبت مباراة تحفة، بس اللي وصلهم للمباراة دي والنتيجة دي السد نفسه. السد تحس كده إن فعلا في شيء، في حصل يعني حصل غلط إحنا مش عارفين هو إيه، ايه اللي وصله للمرحله دي احنا مش عارفين والله. انا كنت مبسوط بحاجه، كنت مبسوط ان انا يعني شايف عناصر الشرطه او عناصر الشرطه العراقي عندهم شويه لعيبه من قدام بيعرفوا يشوتوا مدافع. حرفيا انا انبهرت من حجم القذائف اللي بيعملوها على المرمى، وفي نفس الوقت يعني ما تزعلوش مني والله انا ما كنتش متوقع ان الشرطه يعمل ماتش زي كده، ولا حد كان يتوقع ان هو ممكن يهزم السد بنتيجه 4-2. فدي اول مفاجآت البطوله في دور 8، في الدور الثمانيه. يعني انا مستغرب لها. تمام، فيعني حقكم عليا يا شرطه، والف الف مبروك، وما تزعلوش اهل العراق مني. انا كنت متوقع ان السد هو اللي هيصعد، فدي اول توقع ليا غلط، فما اعرفش بقى، ربنا يستر على باقي التوقعات. وحاجه حلوه ان يبقى الموضوع عكس توقعاتك. ليه؟ لانك انت بتنبهر وبتبقى متنح وانت قاعد تحضر المباراه. يعني طبيعي ان انا بحكم على ورق، بس برضو هرجع واقول ان انا دايما الجمله اللي انا قلتها قبل كده، يا جماعه مهما كانت التوقعات او الاحصائيات او اي حاجه، اللي يهم ان انت تحكم على المباراه جوه المباراه نفسها، لان الاجواء بتاعتها بتختلف. لان احيانا في فرق بتكون فعلا ليها وزنها وتقلها، بتيجي ما بيكونش معاها التوفيق، وفي نفس الوقت اللعيبه ما بتكونش مركزه، فوقتها الماتش بيروح منهم. وده اللي حصل النهارده، ده اللي حصل النهارده. مبروك للشرطه وهارد لك للسد، المفروض ان هو يعيد ترتيباته من جديد. والهزيمه دي انا احملها للمدرب، للمدرب بتاع السد. لو انا هحمل حد حاجه احمل يعني مدرب السد النتيجه الكبيره دي. تمام، وفي نفس الوقت شابوه، شابوه بجد 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 لكل عناصر الشرطه بالجهاز الفني بتاعهم بحارس المرمى. ف يلا نتقابل بعد الملحمه اللي هتحصل بعد شويه. اشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.